بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس الملك عبد العزيز النموذجية، أهلا وسهلا بكم مع دروس من دروس مادة الكفايات اللغوية أو مادة اللغة العربية المستوى الرابع. بمشيئة الله تعالى سنبدأ مناقشة دروس كفاية التحدث، وهي عبارة عن كفاية التواصل الشفهي ومهارات الخطابة والإلقاء، واليوم سندرس من صفحة 140 إلى صفحة 143. افتح مع الكتاب صفحة 140 وانظر إلى هذا الشكل التالي واستكمل عناصره. أمامك في هذا الشكل الذكاء اللغوي، عبارة عن انتقاء مفردات، صور وتشبيهات، ترتيب رسالة، تعليقات ذكية، أسئلة معبرة. الذكاء الذاتي، ثقة، جرأة، طلاقة، معرفة ذات، تبرير السلوك، مهارات الإقناع، المتحدث مكانته وصفاته، مهاراته التواصلية، أما المستمع فكفاءته واتجاهاته وشخصيته ونمطه الإدراكي، منطقة الرسالة، الإقناع العقلي، التأثير الوجداني، الإثبات بالأدلة، أنواع الإثبات، إما أن يكون تعميم أو تجزئة أو تشبيه أو قياس. استكمل هذا الشكل موضحا الذكاء الانفعالي والذكاء الاجتماعي ونماذج التأثير الأربعة. ومن خلال دراساتك السابقة وبعد أن أكملت الشكل السابق، تأمل معي هذا العرض وقارنه بإجابتك. الذكاء الانفعالي، التحكم في النفس وضبط الانفعالات. أما الذكاء الاجتماعي فهو القدرة على فهم سمات الآخرين، القدرة على فهم طباعهم وإقامة علاقات ناجحة. صفحة 140، انظر إلى الشكل الأخير فيها وهو متعلق بمهارات الخطابة والإلقاء. القدرات التواصلية، المهارات الإلقائية التي يتمتع بها الفائز بمسابقة الإلقاء هي تمام، قدرة على مواجهة الجمهور، فصاحة في النطق، حسن الوقوف على رؤوس الجمل، تلوين الصوت، حسن استخدام لغة الجسد. وفي صفحة 141 أمامك مواقف تواصلية، وهي النقاشات العلمية حول القضايا التي تجيد ثقافتها، الأحاديث اليومية مع الأصدقاء في الشؤون العادية، الحديث مع الأقارب وأفراد الأسرة، التعرف على أصدقاء جدد وتكوين علاقات ناجحة معهم، التحدث إلى الجمهور من المستمعين في المناسبات العامة والخاصة. والآن مطلوب منك أن ترتب هذه المواقف بحسب مهارتك فيها، وبعد أن انتهيت من ترتيبها قارن ترتيبك بهذا. في هذا الجدول الذي تراه أمامك هو خطة للتطوير، عليك أن تسجل فيه ما تحسنه من مهارات التواصل، ما لا تحسنه، ما ستعمله لتحسين مهاراتك التواصلية. وفي هذا الشكل الذي أمامك كما ترى معلم يستخدم نموذج للكرة الأرضية كأنه معلم اجتماعيات،
وأمامه بعض الطلاب ينظرون إلى السبورة ولا ينظرون إلى المعلم، والمعروض أمامهم طائر وزرع. لذلك إذا أردنا أن نعلق على هذا الموقف التواصلي، هل يوجد تواصل بين الطلاب وبين المعلم؟ بالتأكيد لا. نلاحظ أن المتحدث غير متفاعل مع المستمعين، المستمعين ينظرون إلى صورة ويشرح على الخريطة أو على الكرة الأرضية، المستمعون غير متابعين للمتحدث، الوسائل المستخدمة غير متطابقة. لذلك نجد أن فائدة الموقف التواصلي غير متوفرة. وفي صفحة 142 تأمل تلك الصورة، وعليك أن تحدد ما يجب أن يفعله المتحدث. نعم، ما يجب أن يفعله المتحدث اختيار الموضوع المناسب للجمهور، مراعاة رغبات المستمعين وطباعهم، توزيع النظرات بشكل متساوٍ. وما يجب أن يفعله المستمعون التفاعل مع المتحدث، عدم مقاطعته. والآن تعالوا بنا ندرس هذه الحالة، اقرأها بعد أن توقف الفيديو قراءة صامتة، وبعد ذلك تعال لنناقش المطلوب في الجدول سويا. بعد أن قرأت هذه الحالة، السؤال: ما المشكلة التي يعاني منها عبد الرحمن؟ نعم، هي المشكلة هي عدم القدرة على مواجهة الجمهور. وماذا عليه أن يعمل للتخلص من مشكلته؟ يتخلص من هواجسه، يزرع الثقة في وبعد أن انتهيت من قراءة النص وبينت رأيك فيه، قارن تعليقك بهذا التعليق. إنه نص رائع يوضح كيفية التعامل مع المتحاورين، وقد قدم نصائح غالية لو قام بها كل متحاور ومجادل لاكتسب محبة الآخرين. وملخصها: إذا أردت أن تحترم رأيك الآخرون فكن أنت البادئ، وعليك أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، واحرص على. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم. أبناؤنا الطلاب، نأمل الالتزام والتفاعل والتواصل. نلتقي لنلتقي، وإلى لقاء آخر مع درس من دروس الكفاية اللغوية.